قالت وزارة الصحة والسكان إن برنامج الرعاية الصحية الأولية لطيف التوحد يستهدف زيادة الوعي لمقدمي الخدمة من خلال الدورات التدريبية التي استهدفت محافظات دمياط والفيوم والقليوبية والمنوفية والقاهرة وكفر الشيخ والدقهلية وبني سويف والوادي الجديد والبحر الأحمر. وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى تطوير أيقونات المنصة الوطنية للصحة النفسية بإضافة أيقونة اطمن على ابنك، علشان يتمكن من خلالها أولياء الأمور من إجراء استبيانات لمتابعة النمو النفسي والاجتماعي للطفل، وكذلك احتمالية إصابته باضطراب طيف التوحد، وده أكيد هيساعد على الكشف المبكر عن المرض بهدف تحسين الحالة ودمجه في المجتمع. للمزيد حول طيف التوحد وكيفية الاهتمام بالأطفال المصابين به وطرق الوقاية والعلاج، بينضم إلينا عبر الهاتف دكتورة شيرين الدرديري، استشاري الصحة النفسية ومعالج طيف التوحد. برحب بك يا فندم. برحب بيكي وبرحب بالسادة المشاهدين، وأحييكم على الموضوع اللي انتم مختارينه، لأنه حقيقي في عملية انتشار كبيرة جدا لنسب التوحد، مش بس في مصر، في العالم كله النسب عليت جدا، نتيجة طبعا لأسباب عديدة، منها التلوث البيئي، منها استخدام الوسائل التكنولوجية والكمبيوترز والتكنولوجي، كل ده أثر بالسلب على الاستجابة الطاقية والذبذبات الكهربية المكونة لحتى الجنين في بطن أمه للجهاز العصبي بتاعه، فده أثر بالسلب. وهناك إحصائيات عديدة تشير إلى زيادة نسب التوحد ليس في مصر بل في العالم كله. طيب اطمن على ابنك، دي أهميتها إيه يا فندم؟ أهميتها الاكتشاف المبكر لاضطراب أو طيف التوحد. خليني أتكلم أن الاكتشاف المبكر لحالات التوحد بيؤدي إلى علاج، مش هنقول علاج كامل للحالة، ولكن على الأقل التعلم المحيطين بالحالة كيفية التعامل بشكل سليم مع النمو النمائي للطفل الذاتوي أو التوحدي، وبالتالي تنمية مهاراته بشكل يجعله قادر على أن يدمج وسط المجتمع بشكل سليم ويتفاعل ويؤثر ويتأثر بالمجتمع. يمكن حضرتك دكتورة شيرين من الأوائل اللي عملوا دراسات فيما يتعلق طبعا بالتوحد. طيب حقيقي هو موضوع الرسالة بتاعتي، أنا عملت 32 جلسة للعلاج المعرفي السلوكي للطفل الذاتوي أو التوحدي، اللي عملنا فيه اختبار قبلي وبعدي تحسن الأعراض من تواصل بصري ونقص في الانتباه وفرط حركة للطفل التوحدي، وكانت النسب عالية جدا. وعملت كمان مقياس تشخيصي لتشخيص النسب بتاعة التوحد وبرامج سلوكية لعلاج الأطفال التوحديين. طيب تقريبا نسبتهم في المجتمع قد إيه؟ الأعراض نسبتهم في مجتمعنا يا دكتورة قد إيه تقريبا؟ التوحد على مستوى العالم حوالي 5% من الأطفال عندها توحد بدرجاته. وخليني أشير أن التوحد درجات، هناك درجات بتكون قليلة نسب، النسبة بتكون على الاختبار التشخيصي ومنها اختبار كارث، النسبة بتكون قليلة، يعني بيكون قريب من الشخص السوي، بنقول عليها طيف توحد، يعني عنده عرض من أعراض التوحد. إنما في نسب متوسطة والنسب العالية من التوحد اللي هي بتفوق 60% بالنسبة التوحد أو نسبة النتيجة على اختبار كارث، وفي الحالة دي بيكون قريب شوية من حالات المنتال ريتارديشن أو التخلف العقلي. ولكن هناك النسبة الأكبر من التوحد هو طيف التوحد. خليني أدي نبذة عن طيف التوحد، هو وجود عرض من أعراض التوحد، وأكثر عرض بنشخص منه التوحد في سن الثلاث سنوات، لأن مفيش تشخيص قبل الثلاث سنوات على فكرة. يعني مفيش تشخيص للتوحد قبل الثلاث سنوات. أكثر عرض هو عدم تواصل الطفل بصريا مع الآخرين، يعني ما يقدرش يحط نني عينه يحصل تواصل بصري بثبات نني العين دي مع الشخص اللي قدامه. لو وجدت الأم هذه العلامة في الطفل عليها بزيارة استشاري أو
استشاري الصحة النفسية أو أخصائي التوحد لمعرفة التشخيص وبالتالي تدارك الاكتشاف المبكر وتطبيق الأساليب العلاجية سواء السلوكية أو الدوائية، ولكننا لا ننصح بالتطبيق الدوائي قبل 10 سنين لأن هناك علاج دوائي وهناك علاج سلوكي. العلاج السلوكي وده التخصص والجلسات اللي انا قمت بيه بعملها من جامعه القاهره. افهم من حضرتك ان هناك يعني علاج له سواء سلوكي دواء او دوائي. يا فندم العلاج بيقلل الاعراض السلبيه، لكن ما فيش طفل هياخد دواء هيشفيه من التوحد تماما، لكن بيقلل الاعراض زي فرط الحركه، بيقلل فرط الحركه، بيقلل او بيزود التواصل البصري بتاع الطفل، بيزود القدرات الاكاديميه لتفاعل الطفل والتواصل مع الاخرين، لان المشكله الاساسيه للطفل التوحدي ان هو بيكون عنده ضعف في التواصل الاجتماعي مع الاخرين. تمام تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره شيرين الدرديري استشاري الصحه النفسيه ومعالج طيف التوحد.